يا بابا يعني زي الكلام اللي الناس بيقولوه بالرفاقي والبني يقول حاجات بالرفاقي والبني يقول حاجات دي يعني مش هيقطع من بق ده بالكتير هقول لهم بالرفاقي والبنين البنين يا راجل انت منتظره بنين من جوازها زي دي انا صح انت عارفاني بقى ماشي شرف الليلات ما شاء الله مكان تاني اول ما تدخل فيه تبقى السلام عليكم قول لي ايه اخبار الشارع بيقولوا شارع فؤاد عملوا له سقف وناويين يشقفوه في مصر كلها فين المكان بتاعك مش عارف بالرسم ده كله اختار لك برش نام عليه سرير تكونش فاكرها اركان